اللي جاي ده مهم قوي، وعلشان اللي جاي ده نص حديث دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية دكتور مهندس مصطفى مدبولي في المؤتمر الاقتصادي العالمي اللي أوضح فيه قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات اللي بتحيط بيها، وإزاي إن الدولة المصرية قادرة تواجه وقادرة توفر لمواطنيها السلع والاحتياجات الرئيسية. لازم أقرأ بالنص احتراما لحديث سيادته واحتراما للمعلومات اللي وردت فيه. دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي أشار إلى أن الدولة المصرية أصدرت 51,000 رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل في 4 سنوات. كذلك أشار إلى أن جمهورية مصر العربية ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة. كذلك أشار إلى رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال ال3 سنوات المقبلة، وأوضح في ذلك أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال ال3 سنوات القادمة، وأنه لولا شبكة الطرق التي تم إنشاؤها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز فيه السيارات سرعة 8 كيلو متر في الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في المحافظات المختلفة هي مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين عمل. هقف عند النقطة دي يا جماعة وهقول لكم حاجة مهمة قوي. في ناس وقفت واتريقت على فكرة إن مصر هتتحول لجراج كبير، ما أنتم مش حاسين. ما هو لولا الانسيابية اللي حصلت والانفراجة المرورية اللي حصلت في المرور والتقاطر اللي حضرتك بقيت بتمشي فيه بسهولة ويسر، ولولا انخفاض نسبة الحوادث حضرتك كنت هتبقى النهاردة في وضع تاني خالص. جنب ده بقى اقفوا حضراتكم عند هي ارقام البطاله في مصر رجعت ليه؟ ما هو دوله رئيس الوزراء جاوبكم وقال ان في 5 مليون فرصه عمل اتوفرت. فهمتم الدوله المصريه مرتبطه بمين النهارده؟ الدوله المصريه النهارده مرتبطه بعمالها وفلاحينها اللي بتوفر لهم ملاذ امن من خلال اعمال مستقره قادرين يمارسوا فيها عملهم بصورة تضمن ليهم الأمان الاقتصادي. نرجع تاني ونكمل من نص بيان دولة رئيس الوزراء واللي قال فيه أن سلسلة الاستثمارات العامة كانت موجهة للمشروعات القومية، متسائلا ماذا سيكون حال مصر في حال استمر الوضع السيء الذي كانت عليه مصر قبل 2013 وجاءت أزمة كورونا، فكيف كان سيكون حال مصر، مشيرا أن مصر أصبحت رقم 1 في أفريقيا في خدمة الإنترنت، مشيرا إلى أنه متوقع أن يصل عدد سكان مصر في 2030 إلى 120 مليون نسمة بما يمثل عدد سكان 15 دولة أوروبية. أكد رئيس الوزراء أن الدولة وهي تعلن عن برنامج لمشاركة قطاع خاص في الأصول المملوكة للدولة قد وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية في حساباتها في الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و 335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة لهذه الأزمة. يعني الدولة دي ما بتشتغلش من فراغ، يعني الدولة دي بتشتغل بالعلم، يعني الدولة دي بتشتغل بالحسابات، يعني الدولة دي حاطة في حساباتها التأثيرات القادمة، يعني الدولة دي بتشغل العلم. في حد بيتكلم من غير علم؟ النهاردة صعب قوي إنك تخاطب حد من غير علم. أنت كمواطن عليك إنك تتلقى الكلام ده وتسمعه وتفكر فيه وتعيد تاني وتتفرج على كلام المسؤولين عشان تقدر تفهم الحقيقة فين. حقيقة دولة رئيس الوزراء وهو في هذا المؤتمر لم يتوقف عند طرح رؤى المجابهة والتحديات بس، لكن دولة رئيس الوزراء عرض لمجموعة من السياسات اللي هتنتهجها الدولة في الفترة القادمة بهدف مزيد من تفعيل قدرة الدولة على مواجهة التحديات القادمة. دولة رئيس الوزراء أعلن عن وثيقة سياسات ملكية للدولة قبل نهاية مايو الجاري. دولة رئيس الوزراء أكد على إنشاء جهاز قومي للملكية الفردية والتحول لنظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية. دولة رئيس الوزراء أكد على وجود قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الإعفاءات الضريبية، وربط ده بأن مصر ترغب في أن تكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء. دولة رئيس الوزراء أكد كمان على طرح 10 شركات قطاع أعمال عام وشركتين للقوات المسلحة في البورصة قريبا. دولة رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات. دي سياسات الدولة هتنتهجها بمجموعة من القرارات اللي هتاخدها، بس قبل كل ده لازم أنت كمواطن تكون مستوعب القرارات دي بتتاخد ليه، ولازم أنت كمواطن
تكون قادر تقف وتسند دولتك اللي مش لوحدها بتواجه الظروف دي، لكن العالم كله بيواجه الظروف دي، وانت كمواطن مطالب بكل اللي قدمته لك الدولة دي على مدار تاريخها انك تكون سندها في لحظة أزمات كتيرة جدا بتعصف بدول وبتعصف بالعالم. يوم افتتاح مشروع مستقبل مصر، الأمل. أيوه، امسكوا في الأمل، ده حلمنا. لما كنت صغير وحضرت عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، كان أمل أشوف حاجة زي كده، ما شفتهاش وأنا صغير، بشوفها وأنا كبير. بس بحمد ربنا إن بقى عندنا راجل مخلص بيشتغل عشان يحول الحلم لحقيقة. الحقيقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الافتتاح أشار إلى مجموعة من الرسائل المهمة، اسمحوا لي أن أتوقف معكم عليها وأقراها لكم علشان نفهمها. سيادة الرئيس قال اللي مش متعلم لازم يتعلم البلد دي تعيش ازاي. رسالة مهمة جدا. يعني ايه؟ يعني العلم. اوعى تكون فاكر اللي يتعلم دي يعني انك تقوم مؤدب، لا 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 لا، انك تتعلم دي يعني تروح تعمل دراسات، تروح تعمل ابحاث، تروح تطرح بدايل، تروح تطرح سياسات عامة، تروح تفكر في اختيارات واستراتيجيات مختلفة. يا أخي ممكن نطلع منها بفكرة، ممكن نطلع منها برؤية بديلة، إنما على طول الخط أنت رافض 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 وما تعلمتش في حياتك غير لأ، تبقى ما بتتعلمش. سيادة الرئيس قال الخوض في الأعراض هو صدقة جارية، زودوا حسناتنا احنا راضيين. معلش يا رئيس، أتصور إن كل مصري شريف لازم يفهم الرسالة دي، ولازم يتعلم العيب بقى، ولازم يتعلم يعني ايه الكبير. اوعى تفتكر انك ممكن تسيء لرمز من رموز الدولة، اوعى تفتكر انك ممكن تسيء لفئة من فئات المجتمع المصري. بس هي اهم فئة في الفترة الاخيرة في تثبيت اركان الدولة المصرية، المرأة المصرية وقيادات الدولة المصرية. اوعى تفتكر انك هتمسهم، لان في اللحظة دي المصريين مش هيسيبوك. ونعرض هنا مجموعة من التويتات اللي بتأكد الكلام ده. ويمكن انا كنت واحد من الناس اللي طالبوا مع تزايد الهجمة على المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة بالتدخل وملاحقة شخص فقد كل معايير العقل وهو يتعامل مع المرأة المصرية، ولم يتفهم أنها مكون رئيسي في إعداد وتربية المصريين. المجلس القومي للمرأة الحقيقة استجاب لده، المجلس القومي للمرأة أصدر بيانات شديدة اللهجة ومؤكد أن هناك إجراءات قادمة بحق هذا الشخص الذي أساء لأهم مكون في الحفاظ على النسيج الوطني المصري. طبعا سيادة الرئيس بعد ما استمع إلى جزء من شرح المقدم طيار بهاء قال كلمة مهمة قوي. قال إيه؟ هو اللي سامعينه لغاية دلوقتي بيقول إن أي حوار يكون بالعلم وقاعدته مستقبل مصر. فاهمين حاجة؟ فهمكم. سيادة الرئيس هو بيسأل بهاء عن درجته العلمية، كان بيؤكد للمصريين انه انت بتشتغل وانت بتتعب وانت بتعرق لازم يكون العلم في دراعك. اوعى تفتكر انك بتتقدم من غير ما تقرا، اوعى تفتكر انك بتتقدم من غير ما تحصل على شهادات تاهيليه للمنصب اللي انت فيه، اوعى تفتكر ان ده سهل، ده صعب قوي. لكن الهدف في النهايه مستقبل مصر، ومستقبل مصر مش هيكون غير بالعلم، ومصر مش هتستطيع غير بالعلم. سيادة الرئيس قال كمان من فضلك ما تحطش رجل على رجل وتقعد تفتي او تقعد تتحدث حديثا لا تعلم عنه شيئا، ولازم تروح الاول تتعلم ترتيب الاولويات. هي الاصوات العالية دي بتقول ايه وبتشوش على ايه؟ هي الاصوات العالية دي ومنهم علماء وباحثين ومتخصصين ما شافوش تجارب
الدول التنموية في مراحل ما بعد الحرب العالمية، ما شافوش مشروع مارشال، ما شافوش مشروعات كتيرة جدا اتحطت لإعادة تأسيس بلدان اقتصاديا واجتماعيا وخلق طبقات جديدة وخلق نخب جديدة. الناس دي عارفة وفاهمة، لكن مش عايزة تقول لكم الحقيقة. الناس دي عارفة انه من غير ما يكون اللي اتعمل في مصر في خلال الـ8 سنين اللي فاتوا، ما كناش هنقدر النهاردة نواجه تداعيات جائحة كورونا ولا تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية. سيادة الرئيس كمان قال ان اللي اتعمل في قطاع الزراعة ما اتعملش من 500 سنة، وانا عارف بعمل ايه بالعلم وهكمل بإذن الله. هذه النقطة، ربنا انقذ المصريين في 2013 من احداث دامية كادت ان تعصف بيهم، وربنا واقف مع البلد دي لغاية النهاردة وهيفضل واقف معاها. دايما سيادة الرئيس لما بتيجي أزمات كبيرة على الدولة المصرية بيستعين بالله، ودايما بيفكرنا بربنا. هو أنتم ما تعرفوش ربنا ولا إيه؟ آه، ربنا حمانا من جائحة كورونا. العالم كله كان في إجراءات احترازية وقافل على نفسه، وإحنا في مصر كنا عايشين حياة طبيعية. حد فيكم ينكر ده؟ آه، يمكن في أول شهرين ثلاثة أربعة أشهر كنا خايفين كمواطنين من الجائحة، لكن مرة واحدة المصريين اتعاملوا عادي خالص، وكانت إرادة ربنا هي الحافظة. طبعا مع كل الاحترام للجهود العلمية اللي بذلتها وزارة الصحة المصرية والمؤسسات المصرية لمنع تفشي الجائحة ولتوفير اللقاحات ولتوفير المستلزمات الطبية اللازمة من أجل دعم الشعب المصري في قدرته على مواجهة هذه الجائحة التي كانت تتفشى حوله بصورة كبيرة جدا في هذا التوقيت. يمكن في اللحظة دي ربنا أنقذ مصر، لأن مصر ما توقفتش عن العمل. العمل والعلم. كنا في الفترة دي بنشوف عربيات النقل رايحة جاية في الطرق المصرية الرئيسية، ونفاجأ بنفق بيتردم. أيوة، أنا فاكر أجازة عيد خدناها كان نفق العروبة موجود. رجعنا بعد أجازة العيد لقينا النفق مش موجود، ولقينا كوبري اتعمل. هو ده بيقول إيه؟ بيقول العمل والعلم. طبعا أهل الشر في اللحظة دي قالوا لك إيه؟ قالوا لك لا، أصل الرئيس السيسي مش عايز يشوف عربيات بتزعجه. الله، هو أنتم ما عدتوش من صلاح سالم، وصلاح سالم مخنوق في المنطقة دي؟ لازم تتفهموا الكلام ده، ولازم تتفهموا أهل الشر بيشتغلوا عليكم إزاي. طيب، وانا بكلمكم في الحلقه دي الحقيقه قلت لكم ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ياخذ قرارا دون علم، وان كل اللي بياخده بناء على معلومات متوفره، وان مش شرط في لحظه من اللحظات انه يكون مجبر انه يقدم لحضرتك هذه المعلومات على طبق من ذهب. ليه؟ لان هناك استراتيجيات تتعلق بالامن القومي المصري ومعلومات تتعلق بالامن القومي المصري. مش مفترض ان احنا نخوض فيها. أرجوك اتصل بقرايبك اللي ساكنين في العالم كله، اللي عايشين بره، قول لهم حالهم عامل ازاي. الدول هناك بتقول لهم كل المعلومات؟ لا، الدول هناك بتوفر لهم معلومات تتعلق بكل القضايا؟ لا. هات لي دولة على العالم بتأخذ رأي مواطنيها قبل أن تأخذ قرارات مصيرية في ملفات بعينها. هي أمريكا كانت استأذنت الشعب الأمريكي قبل ما تقرر إن هي تقدم كل هذا الدعم لأوكرانيا في الحرب الأوكرانية، وبعدين نكتشف إن الأطفال الأمريكيين ما عندهمش لبن، وتيجي المفارقة هنا إن الجيش الأمريكي يتدخل، وتيجي المفارقة هنا إن القوات المسلحة المصرية تبادر من خلال مصنع الألبان اللي اتعمل عشان نقدر نوفر الألبان للأطفال المصريين إن هي ترسل مساعدات في هذا الشق، لأن مصر دولة تراعي الإنسانية قبل أي اعتبار آخر. أرجوكم وأنتم بتتعاملوا مع مثل هذه الملفات لا تضغطوا على مؤسسات الدولة ولا تضغطوا على فخامة الرئيس. هناك مساحة ينبغي أن تظل آمنة هادئة تسمح لسيادته ولفريق العمل الرئاسي ورؤساء الأجهزة أن يتخذوا ما يرونه من قرارات وفقا لما هو متوافر من معلومات في اللحظات المناسبة لتحديد مستقبل هذا الوطن. بس هتفضل حاجة تانية هي مهمة، وهي الوعي. هيفضل وعيك هو الأساس.
من غير حضرتك ما تكون فاهم كل اللي اتقال ده، كل اللي بنعمله ممكن يقع نتيجة شغل أهل الشر.